عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي سوف نخصصها للحديث على موضوع أزمة حليب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية. This morning, for millions of parents, the frantic search for formula is getting closer to home. It's scary. It's scary not knowing if you're going to be able to feed your kid. And the shortage is growing. 43% of the nation's baby formula supply is out of stock. There was one day that I went to 11 different stores and could not find any. Overnight, the White House announced new steps to address the crisis as President Biden met with retailers and manufacturers, including Walmart, Target, Rickett, and Gerber. Our message to parents is we hear you, we want to do everything we can. كما تعلمون الكل ربما شاهد أن هناك مشكل في حليب الأطفال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. شخصيا وضعت فيديو قبل 3 أشهر تحدثت فيه على أن هناك أزمة في حليب الأطفال. هذه الأزمة ليست أزمة لسنة 2022، بل هذه الأزمة تعود لأيام وباء كورونا. بداية وباء كورونا كان هناك خصاص في حليب الأطفال، لكن في بداية سنة 2022 ظهر المشكل الأول، وهو سحب منتجات حليب الأطفال من العديد من المتاجر هنا في أمريكا. ووضعت فيديو بخصوص هذا الأمر وشرحت فيه بأن السحب كان بسبب وجود مواد سامة في حليب الأطفال. لذلك قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإصدار أوامر بسحب بعض منتجات حليب الأطفال لأنه كانت هناك حالة وفاة لطفل ما في إحدى الولايات. فهذا المشكل الأول أو النقطة الأولى التي أريد الحديث فيها. النقطة الثانية التي أريد الحديث فيها والتي تخص حليب الأطفال وتخص أي مشكل في الغداء. تذكروا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل شهرين، ومرة أخرى وضعت فيديو بخصوص هذا الأمر، أنه تحدث لأول مرة للمواطنين الأمريكيين أو لعامة الشعب الأمريكي أن أمريكا سوف تعرف خصاصا في المواد الغذائية. لم يتحدث عن حليب الأطفال، تحدث عن المواد الغذائية، بمعنى أنه احتمال لا قدر الله أن نلاحظ مشكلا مثل هذه المشاكل في المستقبل. فعلى كل حال سوف نتحدث في هذا الفيديو ما هي المشاكل التي أدت إلى وجود أزمة في حليب الأطفال، وما هي الإجراءات التي سوف اتخذها البيت الأبيض، وبماذا ينصح المختصون في المجال الصحي في هذه الحالة. فكما قلت هناك خبر ورد على صحيفة أو الموقع الرسمي لشركة ياهو نيوز، والذي أعلن أنه هناك ارتفاع في معدل البحث عن عبارة كيفية صنع تركيبة منزلية للأطفال. هناك العديد من الآباء هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يبحثون على محرك جوجل على طريقة لصنع حليب أطفال في المنزل. هذه العبارة عرفت ارتفاع 120%. اوكي، فهذا شيء خطير، الذي ادى او دفع باداره الغداء والدواء الامريكي FDA الى نصح بعدم اعطاء حليب يتم تصنيعه في المنزل، لان ذلك سوف يقوم بنقل امراض الى الجهاز المعوي للطفل الذي هو ما زال في طريق النمو. كذلك يقال ان صنع حليب منزلي، حليب أطفال في المنزل، سوف يجعل الأطفال أولا يعانون من سوء التغذية، ويعانون من عدم نمو الدماغ بشكل طبيعي. بالنسبة لمشكل الخصاص، المشكل الخصاص لوحظ في تقريبا 6 ولايات. هناك ولايات فيها خصاص، وهناك ولايات فيها مشكل في الإمداد. بالنسبة للولايات التي ربما سوف تلاحظون أنها فيها خصاص هي 6 ولايات، وهي آيوا، نورث داكورا، ساوث داكورا، ميزوري، تكساس، وتينيسي. بل هناك كما قلت 26 ولاية على الصعيد الوطني تعاني من مشكل في الإمداد. هذه المشاكل
كلها دفعت العديد من المتاجر هنا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ بعض السياسات في يعني سياسة بيع وتسويق منتجات حليب الأطفال. نذكر مثلا صيدلية سي في اس وصيدلية والغرينز حددت الحد الأقصى لشراء حليب الأطفال أن يكون 3 علب لكل زبون. يعني أي إنسان ذهب إلى محل والغرين أو ذهب إلى محل سي في اس يمكنه شراء فقط 3 عبوات من حليب الأطفال. بالنسبة لتارجت أو متاجر تارجت سمحت بشراء 4 عبوات من حليب الأطفال عن طريق الانترنت، أقول عن طريق الانترنت وليس في محلي أو متجر تارجت. بالنسبة لوولمارت، وولمارت سمحت بشراء 5 عبوات لكل زبون. كاستكو كذلك 5 عبوات لكل زبون. فهذا بالنسبة لسياسة بعض المتاجر هنا في أمريكا للقضاء على هذا المشكل. تذكروا أن من بين الأسباب التي أدت كذلك إلى النقص بسبب هذا المشكل هو كما قلت صحب المنتجات التي تم الحديث عليها في بداية هذه السنة لوجود مواد سامة أو غيرها من الأمور. بالنسبة الآن للنصائح التي ينصح بها المهتمون بالصعيد يعني الصحي وصحة الأطفال، فأولا يتم الحديث على تجنب اكتناز الحليب والاقتصار فقط على 10 أيام إلى أسبوعين. يعني لا يمكن شراء الحليب والذي يكفيكم مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر، فالنصائح توجه إلى شراء الحليب الذي ربما ينفع 10 أيام إلى أسبوعين. كذلك من بين النصائح التي يتم النصح بها الاتصال بطبيب الأطفال يعني ربما الحصول على عبوة، لأن كما تعرفون عيادات طب الأطفال هنا في أمريكا يمكنهم يتوفرون على عبوات لحليب الأطفال، فيمكنك التواصل مع طبيب طفلك من أجل ربما الحصول على عبوة أو عبوتين. كذلك من الأمور الأخرى في حالة عدم حصولك على حليب الأطفال التواصل مع الجمعيات الخيرية المحلية أو ما يسمى بالتشاريتيز في المدينة التي تقطن فيها، فربما سوف يتم منحك بعض العبوات. كذلك التواصل مع مراكز التغذية والطفولة أو الأمومة أو ما يطلق عليه بالويك يعني سنترز، أو يعني هو المحل الذي تذهب إليه الأمهات الحوامل أو الأمهات المرضعات ليحصلن على برنامج الويك بروجرام. الويك بروجرام تحدثت عليه، هذا يعني برنامج مجاني من الدولة إلى العائلات التي دخلها تحت مثلا عتبة الفقر، وهذا البرنامج لا يؤثر على الجنسية، لا يؤثر على شيء، لأن هذا الأمر هو من الدولة كمساعدة للأمهات الحوامل لكي يطعمن أنفسهن ليكون يلدنا مثلا طفل سوي، أو أنه مثلا السيدات المرضعات اللواتي رزقنا بأطفال يمكنهم كذلك الحصول على بعض الأغذية التي تساعدهم في يعني إما الإرضاع أو في تغذية أطفالهم. فمرة أخرى هذا البرنامج لا علاقة له بسحب الجنسية ولا علاقة له بسحب الجرين كارد ولا أي مشكلة، هذه برامج حكومية من حق أي مواطن سواء كان مواطن أمريكي سواء كان حاملا للجرين كارد، لأنه مع كامل الأسف هناك العديد من الأمهات اللواتي أتواصل معهن يخبرني مثلا بأنهم لا علم لهم بهذا البرنامج أو أنهم متخوفون من الاستفادة من هذا البرنامج. كما قلت هذا البرنامج هو برنامج موجه لجميع الأمريكيين، يمكنكم التقدم عليه في حالة كنتن حوامل أو كنتن مرضعات، لأنه الغرض من هذا البرنامج هو مساعدة الأمهات ومساعدة الأطفال لكي ينمو بشكل جيد. النقطة الأخرى التي ينصح بها هو التواصل مع المتاجر الصغيرة. ربما تلاحظون أن هناك محلات صغيرة أو متاجر صغيرة أو ما يطلق عليه بالكونفينينس ستورز
يا محلات صغيرة، محلات بقالة، ربما يمكنكم الذهاب إلى هذه المحلات وربما تجدون الحليب، ربما يمكنكم شراء الحليب على الإنترنت، يعني مثلا العديد من المواقع التي يمكنكم من خلالها شراء الحليب من الإنترنت، ربما شراء نوع آخر من الحليب الذي تقومون بإطعامه لأطفالكم. لكن في هذه الحالة ينصح المهتمون بالمجال الصحي ومجال صحة الأطفال بأنه يجب أولا التواصل مع طبيب الطفل، مثلا تخبرونه بأنكم تريدون تغيير هذا النوع من الحليب لنوع آخر. لا يمكنكم شراء أي حليب من تلقاء أنفسكم، يجب التواصل مع طبيب الطفل، الطبيب المشرف على طفلكم، وإخباره هل يمكنني تغيير، يعني سويتش من حليب إلى حليب آخر. فهذا بالنسبة للنصائح والتعليمات الموجهة من مسؤولي الصحة. الآن ننتقل إلى يعني البيت الأبيض. President Biden has directed the administration to work urgently to ensure that infant formula is safe and available for families across the country during the Abbott Nutrition voluntary recall. This is work that's been underway for months. Today, President Biden spoke with retailers and manufacturers, including the CEOs of Walmart, Target, Reckitt, and Gerber, to call on them to do more to help families purchase infant formula. ماذا قام أو ماذا سوف يقوم به البيت الأبيض؟ فبيت الأبيض أصدر تعليمات عن طريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، من بينها مثلا وضع خطة لعدم التلاعب بالأسعار على الصعيد الوطني. كما تعلمون حينما يكون هناك خصوص يكون هناك تلاعب في أسعار، خصوصا حليب الأطفال. كذلك محاولة تسهيل استيراد الحليب من الخارج، مطالبة للجنة التجارة الفيدرالية بالتحقق في أي سلوك يؤدي إلى تفاقم النقص أو دفع الناس إلى تخزين يعني الحليب كإمداد. كذلك يعني هناك العديد من الأمور التي طرب بها البيت الأبيض، سوف أضع لكم جميع المصادر أسفل هذا الفيديو، لكن كما قلت هذا فقط من باب وضعكم في الصورة، لأنه كما يعاب على البعض أنه حينما أتحدث على فيديو قبل مثلا شهر أتحدث على أنه سوف يكون هناك نقص في الحليب أو سوف يكون هناك تفاقم في يعني مثلا في الغاز أو في المواد الغذائية، البعض يعتبر أنه خبر سيء. لا، هذا شخصيا لا أعتبره خبر سيء، لأنني أوضح للناس عن بعد ماذا ربما سوف يقع، لأنه مع كامل الأسف هناك أناس ربما مقدرتهم اللغوية لا تساعدهم على فهم العديد من الأمور هنا في الحياة في أمريكا. هناك أناس ربما جدد لا يعلمون العديد من الأمور التي ربما من حقهم الاستفادة منها، فلذلك أضع مثل هذه الأمور. تذكروا أنه وضعت فيديو قبل أشهر تحدثت على النقص، والآن تلاحظون هذا النقص الذي وصلت إليه الأمور، وأن هناك العديد من الأمهات اللواتي بدأنا يتحدثنا على العديد من المشاكل التي تواجه إطعام أطفالهن لحليب الأطفال. فعلى كل حال هذا هو المشكل المتعلق بحليب أطفال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.